نجيب احنا الشباب ونغير الجيل الجديد ونقول بصوت عالي ومتين انا لم اخدنا ابنتي لازم نجيب احنا الشباب ونغير الجيل الجديد ونقول بصوت عالي ومتين انا لم اخدنا ابنتي انا لم اختنا ابنتي انا لن اماني يوسف بكر من ولايه شمال كردفان البيض خريجه دراسات مجتمع كليه التنميه الريفيه ساكنه ام بدل 14 ام درمان قصتي مع الختان انا من قمت ما بعرف حاجه اسمها ختان وما بعرف اضراره بس مره مشينا البيض هناك زياره للاسره الكبيره صادفنا اليوم ده عاملين حفلة كبيرة بمناسبة الختان لما وصلنا أعمامي هناك قالوا خلاص إحنا وصلنا مع المراسم يختنونا أبوي قال ما في كلام زي ده نهائي ما عنده بيت بتتختن وحتى البنات الختنهم ديل ذاتهم يعتبروا ديل آخر بنات في الأسرة ختنوه لأنه الختان عنده أضرار كثيرة أبوي جاب الأفكار دي من الناس المتربي معاهم في المحس هنا في الخرطوم عاشرهم وقعد معهم كتير وهم ناس متعلمين ما شاء الله ومن قاموا ما عندهم حاجة اسمها ختان أنا أي حاجة بتضر البنات دي نهائي ما عندهم لا عشان كذا من قمنا نحنا نهائي حاجة اسمها ختان في البيت ما سمعنا لحد ما سافرنا هناك ولقينا الموقف قدامنا من أبوي قال لهم يوقفوا ووقفوا تاني نهائي ما ختنوا بيت لحد تاريخ الليلة كان عندنا مناسبة ولميت البنات ومعهم النسوان المزوجات يعداهم قلت لهم دي فكرة جميلة ولمتنا حلوة عندي لكم موضوع رأيكم شنو في الختان طبعا أصلا حاجة دي في الأسرة هنا بالذات في الخرطوم ما عندنا لا قالوا لي يا سلام ده موضوع جميل وشايفينك قبل كم يوم خدت لك ستيكر مكتوب فيه أنا لن أختن ابنتي قلت لهم أيوه أنا سلكت المبادرة دي قدامي وده نعمل معهم قالوا لي طيب بتعملوا شنو قلت لهم طيب انا عندي تعهدات بيملا اي زول ما عايز يختن ابنته ولا يقدر يحافظ على الناس اللي معه انه ما يعملوا كده قلت لهم طيب بس الاوراق ما عندي والبيت بعيد اها ممكن انا امشي البيت هناك واملى التعهدات دي بالنيابه عنكم قالوا لي جدا امشي امليها ما عندنا اي مشكله قلت لهم بنزل حتى رقم تلفوناتكم عشان لو في اي مشكله اي حاجه يرجعوا لكم طيب أقول لهم يا ريت تحافظوا على نفسكم وما تضروا بناتكم لأنه بجد الختان له أضرار مبالغة يعني زول ما بيقدر يشوفها إلا لما يسمع عنا كذا ويا ريت نمشي بالمبادرة بتاعت أنا لن أختن ابنتي ومن الليلة أنا مع ناس أنا لن أختن ابنتي لازم نجيب نحن الشباب ونغير الجيل الجديد ونقول بصوت عالي أنا لن أختن ابنتي لازم نجيب نحن الشباب ونغير الجيل الجديد ونقول بصوت عالي ومتين أنا لن أختن ابنتي أنا لن أختن ابنتي أنا لن أختن ابنتي.